عادت لمصنع التلالي بي فريق بنغازي جديدة عن طريق الشوشان تخطأ وتعود لمصنع الشرارة أجمعكسية. أجمعكسية يقودها ميلاد أحمد الأماني. أحمد يدخل داخل منطقة الجزاء ولكن أروع من الورفلي يبعدها إلى الجانبية. جميلة من الأماني، كاد أن يحرز أولى الأهداف ولكن الأماني استدت من الورفلي. يقظة الورفلي تبعد هدف محقق على المستقبل. يواجه الجارية السارية بملعب شيخ شهدابي مدينة البيضاء ملعب نادي الأخضر. الشرارة تعود الكرة لمصلعة لاعبي فريق الشرارة. ينطلق محجوب، محجوب هذا أحمد بركة. أحمد هناك رايع، أحمد عوينة هدفين دون مقابل على نجوم جدابية. نستكمل الهجمة ومن ثم نتائج بنغازي الجزاء. خطأ، خطأ، تدخل، تدخل من اللاعب أسامة المهدوي. أسامة هل ستتشدد مباشرة؟ أحمد الأماني عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن يقظت علي الورفلي. سلامات لمدافع فريق الشرارة، سلامات لمدافع فريق الشرارة. يبدو كان هناك احتكاك بينه وبين المهاجم. وكذلك محمود بطاقة حمراء، بطاقة حمراء لكمال. تأتي في النصف ساعة الأول بعد الإشارة بين الزروق والمساعد الأول مجدي كامل. بطاقة حمراء يستفيد من النقص العددي فريق الشرارة. محجوب أدهم يرفع الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قصية داخل منطقة الجزاء، رأسية، رأسية من اللاعب أحمد بركة كادت أن تأتي من جديد لمحمد سالم لمصلحة لاعبي بنغازي الجديدة. محمد سالم، محمد سالم تمرير ناحية جمعة المغربي. جمعة اللاعب القصير المكير يعول عليه كثيرا سالم جلالي ولكن تبعد إلى عن طريق أحمد بركة. أحمد يمر ناحية الأماني، خطير الأماني، أحمد الأماني ينطلق، الأماني، الأماني تدخل على الأماني. هناك صفر وخطأ، خطأ لمصلحة لاعبي فريق الشرارة. بطاقة صفراء هي الرابعة لفريق الشرارة. أحمد الأماني عارثية داخل منطقة الجزاء، تبعد من إيمانويل كيفما جاءت، تعود لسالم، عادت لمحجوب، محجوب أدهم، ينطلق محجوب، محجوب عارثية ولكن أقرأ يخطي، يخطي إيمانويل بركة داخل منطقة على الخط المرمى. هناك راية، رفع تعادل سلبي وبطاقة حمراء لبنغازي الجزاء. تدخل، تدخل من طار حركة، تدخل قوية وبطاقة حمراء، بطاقة حمراء تأتي ثانية، بطاقة حمراء. مباراة قوية على التشوري يسد ولكن تصطد. الاستراحة اللي كانت من حكم اللقاء رأسية من محمد سالم. إسلام ليمرر بدوره ناحية حسن العرفي، ينطلق العرفي داخل منطقة الجزاء. العرفي وجودي شيء حكم اللقاء ناحية المهاجمين ولكن أقرب، أقرب للحارس، كاد أن يخطي في هذا منذ الموسم الماضي. تعود الكرة لمصلحة لاعبي فريق الشرارة داخل منطقة الجزاء. ألماني عرضية ولكن أقرب، أقرب خروج، خروج علي الورفلي. جانبيني مصلحة بنغازي الجديدة، حسن العرفي، حسن يمر المغربي داخل منطقة الجزاء، يخطي المدافع ولكن أقرب، أقرب حسون عطيك. وكذلك ذو العلامة وجوم المغربي هو من سيقوم بتنفيذ الخطأ. جمعة المغربي عرثية داخل منطقة الجزاء لمصلحة لاعبي فريق بنغازي الجديدة. والنتيجة بيضاء، التعادل السلبي دون أهداف في لقاء بنغازي الجديدة والشرارة. عارثية داخل منطقة الجزاء ولكن أقرب، أقرب الحارس للورفلي. صالح الحاسي ينطلق، أول لمسة للحاسي، صالح يمر ناحية جمعة المغربي، جمعة يسدد ولكن أقرب لأدهم، أدهم ولكن تخطأ. صالح الحاسي، صالح يدخل، تدخل، تدخل من محجوب أدهم، محجوب أدهم يدخل بطاقة صفراء. تعود لي سوبوينت، سوبوينت، سوبونتي، سوبونتي أجمعكسيني مصر الشرارة ناحية أدهم. أدهم ربما الهدف الأول ولكن كيف تضيع هذه الكرة يا بعتوك يا إبراهيم؟ يضيع الكرة سهلة وانفرادها بعلي الورفلي، يضيع هدف محقق عكس المجريات. كان الشرارة أن يحقق الهدف الأول، الأول كان ماراثوني بطاقتين حمراء وكذلك قرب تتمنى بطاقة صفراء في الشوط الأول. تعود الكرة سوبونت، سوبونتي، أجمعكسيني بس الشرارة ربما يسدد ولكن إيمانويل يبعدها، يبعدها. تعود للفيض، الفيض يخطي، أجمعكسية لبنغازي الجديدة. بعد إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب عبد الجليل. تعود أجمعكسيني مصلحة بنغازي الجديدة داخل منطقة الجزاء ولكن موجود، موجود معتوك في التغطية. ربما الزروق سيطلق الصافرة وبالفعل في هذه الأونة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي البرتغالية قناة ليبيا الرياضية، يعلن الزروق محمد عن نهاية الشوط الثاني واللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف بين بنغازي الجديدة والشرارة.